أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض إن في هذا لبلاء
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم.